دكتور فايز، اكيد حضرتك كنت بتابع زور حضرتك في مختلف الفضائيات، بس اكيد حضرتك ايضا رصدت كل دولة، كل ادارة سياسية، كل عصر بطبيعة الحال بيبقى ليه انحيازات اجتماعية. الدولة المصرية في العشر سنين اللي فاتوا كان ليها انحيازات واضحة، انحيازات واضحة تجاه نسب الفقر المرتفعة، تجاه سكان المناطق الخطرة، تجاه أهلنا اللي استفادوا من حياة كريمة، حتى بشغل التحالف الوطني هو في الآخر بيعكس أيضا انحيازات اجتماعية لهذه الدولة. كيف حصدت الدولة ثمار انحيازاتها الاجتماعية المعلنة خلال العشر سنوات الماضية؟ طيب ده طبعا سؤال كبير، لكن اسمح لي أضيف إلى ما أشاروا لي زملائي فيما يتعلق. أنا رأيي طبعا أنه هذه الانتخابات تحتاج إلى يعني شغل ودراسات كبيرة، لأنه نحن إزاء ظاهرة جديدة على الحياة السياسية في مصر. وفي رأيي هشير لبعض الظواهر وبعدين أنتقل لسؤال حضرتك. يعني أول ظاهرة في رأيي هي طبعا كل ما أشار لي السادة الزملاء، هي عودة، مش عودة، لأن إحنا اتكلمنا في حلقات مع حضرتك قبل كده كتير حوالين عودة السياسة إلى مصر، وعودة السياسة بمفهوم شامل، ليس بمفهوم منحاز أو مفهوم مختزل، لكن هو عودة بالمعنى الدقيق بما تعنيه كلمة حياة سياسية. وده طبعا كان ليه تجليات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، كان منها الحوار الوطني، لكن كان منها أيضا قرارات مهمة للدولة والسيد الرئيس لتجهيز الحياة، تجهيز المجتمع المصري لحياة سياسية جديدة، حياة سياسية طبيعية يغيب عنها كل الاستثناءات، حياة سياسية جادة بالضبط. إلغاء مد العمل بقانون الطوارئ، دي كان نقطة مهمة، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الحوار الوطني، كل ما أشار لي السادة الزملاء فيما يتعلق بكيف ننسب ما حدث في 10 و11 و12 وما سبقوا من الانتخابات خارج البلاد، جزء منه يعود إلى الحوار الوطني، ده حقيقة، لكن جزء منه يعود أيضا إلى قرارات مهمة اتخذتها الدولة واتخذها السيد الرئيس بنفسه لتجهيز المجتمع المصري لحياة سياسية بالمعنى الحقيقي، ليس بالمعنى الذي حاولت قوى تختزل في اتجاهات معينة، أو حتى لمحاولات الخارج، لأن الخارج أيضا مارس ضغوط على مصر لاختزال مفهوم الحقوق السياسية ومفهوم الحياة السياسية. فما حدث في 10 و11 و12 وما قبل في الانتخابات في الخارج هي تأكيد إلى عودة الحياة السياسية في مصر بالمعنى الدقيق. النقطة الثانية اللي حضرتك طبعا بشارك حضراتكم في توجيه الشكر للهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيه الشكر أيضا للهيئة الوطنية للانتخابات وللإعلام المصري، والقاسم المشترك بين كل هذه هؤلاء الفاعلين المهمين هو تأكيد لفكرة الحوكمة. الحوكمة تعني إيه؟ تعني أن كل شيء يجري في مصر بمعايير إن لم تكن معايير دولية، لكن نحن في هذا الاتجاه. حدث هذا في الانتخاب في المحلي، الإعلام المصري، الإعلام المصري تعامل مع الانتخابات بطريقة أولا محايدة تماما، طريقة منهجية. وحدها كنت بتشير قبل الهوى، كنا بنشير لبعض إزاي كان الإعلام اتعامل مع هذه الانتخابات كظاهرة جديدة وخلقت أعباء عليه، لكن هذا كان راجع إلى أنه الإعلام المصري كان لديه الإرادة والرغبة في أن يقدم نموذج مختلف. الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا قامت بجهد جبار فيما يتعلق بتوعية الناخب، فيما يتعلق بتسهيل عملية التصويت، فيما يتعلق أيضا بتقديم تجربة. فبالتالي نحن إذا تكريس لفكرة الحوكمة على هذا فيما يتعلق بطريقة إدارة انتخابات، كل الأطراف المعنية بإدارة الانتخابات تعاملت بمنهجية وتعاملت بمعايير. ما أشار لي دكتور عصام فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، أيضا هذه مسألة جديدة في مصر، شاهدنا على الشاشات التلفزيون الحملات الانتخابية كيف تعمل بطريقة منظمة، وربما الجزء اللي شفناه فقط على الشاشات هو الجزء الأخير، لكن ما قبل ذلك كان هناك جزء أيضا في الشارع وفي القواعد الحزبية. فبالتالي
القيمة هنا الجديدة التي أكدتها الانتخابات أننا قيمة الحوكمة أصبحت قيمة حاكمة لكل الفاعلين في مصر. دي نقطة مهمة. النقطة الثالثة هو أن المواطن المصري أثبت ليس فقط أنه لديه وعي لكن لديه القدرة أيضا على وضع ترتيبات للأولويات. صحيح. هذه مسألة مهمة جدا يجب أن نلتفت إليها لأنه الناخب هنا تعامل بدرجة كبيرة من العقلانية. تعرض لفترة طويلة لحملات تشويه وحاولات يعني دفعه في اتجاه عدم المشاركة لكن هو في النهاية انحاز إلى المشاركة باعتبار أنها ليست فقط واجبا دستوريا أو حقا دستوريا وقانونيا. هل أحدث غزة كلمة السر؟ هقول لحضرتك لأنه دي نقطة مهمة يجب أن نضعها أيضا في سياقها. المواطن هنا كان لديه القدرة على تحديد أولويات والأولويات هنا تعني أولوية أساسية لقضية الأمن القومي. كان واعيا بهذه المسألة، كان واعيا أيضا بالتمييز ما بين مشروع تنموي زي ما أشار أستاذ سيد عبد العال لكن أيضا التمييز بين مشروع تنموي حقيقي على الأرض يجري تنفيذه منذ عام 2014 وبين بعض العوارض المشكلات العرضية أو المشكلات المالية. أعتقد أنه جنب هذه المسألة وانحاز إلى قضيتين، انحاز إلى لحظة الأولوية قضية الأمن القومي والحماية المشروع التنموي بصرف النظر عن كل التوظيف السلبي اللي حاول البعض أنه يوظف مسألة المشكلات المالية أو بعض المسائل العرضية المرتبطة ببيئة دولية معقدة وبيئة إقليمية أكثر تعقيدا. فبالتالي دي مسألة مهمة أعتقد أنه المواطن هذه مسألة ظاهرة يجب أن نميزها أن المواطن كان لديه درجة كبيرة من الوعي. كان التحدي في 2013 وحضراتكم أساتذتنا أن احنا نرجع دولة بعد ما تبقى دولة تبدأ تشوف تحدياتك بقى وانت دولة. بالظبط هو انحاز الى كده يعني انت كان الاول ايه التحدي ان انت ترجع دولة تاني. انحاز الى حماية الامن القومي لانه هذه هي اللحظة مهمة جدا لحماية الدولة وتأكيد التمسك بالدولة ومؤسساتها. والنقطة الثانية هي حماية المشروع التنموي مع إدراكه لأنه هناك بعض التكاليف المالية أو المشكلات المالية التي تواجه هذا المشروع. وفي رأيه أن المواطن رسالته كانت واضحة أنه يدرك تماما أن هذه المشكلات هي مشكلات مؤقتة. نرجع طبعا في ظواهر كتير لأن حبيت بس أؤكد على هذه الظواهر المهمة التي بد نلتفت إليها لأنه ده مرتبط بسؤال حضرتك الأستاذ عماد هو كيف نبني على هذه الحالة. أعتقد أن هناك مكسب كبير تحقق أنه المواطن منذ الآن منذ 10 و11 و12 قال بشكل صريح أنه جزء من هذا المشروع التنموي الذي يجري في مصر. قبل ذلك ربما البعض كان يحاول التأكيد أو الفصل بين هذا المشروع التنموي وبين المواطن أنه أن الدولة في معزل عن الناس. بالضبط لكن أعتقد أنه واحدة من النتائج المهمة لما حدث في هذه الانتخابات أن المواطن أوصل رسالته بشكل واضح أنه جزء من هذا المشروع. وأعتقد هذه مسألة يجب أن نبني عليها. هعود لسؤال حضرتك طبعا الانحيازات الاجتماعية. الانحيازات بالضبط يعني أريد أن أنفي قضية الانحيازات لأنه الانحياز يعني أنه انحياز لفئة دون أخرى أو مجموعة شريحة دون أخرى لكن ما حدث في مصر من سنة 2014 حتى الآن هو جوهره فكرة التنمية المتوازنة. التنمية المتوازنة بمعنى أنها تتعامل مع كل الشرائح الاجتماعية لأن كل الشرائح الاجتماعية لها حقوق في عملية التنمية. في رأيي هذه هي الفلسفة الأساسية لما يجري في مصر. الشباب كان يمكن أن نرصد عدد كبير دي من دي فلسفة مساواة. بالضبط. إنما العدالة غير المساواة. الشباب لا نجد عدد حزمة من السياسات منذ عام 2014 منحازة للشباب. المرأة ما دي انحيازات اجتماعية. بالضبط. ما دي انحيازات اجتماعية ظهرت. المرأة انحيازات اجتماعية أيضا ظهرت. الريف اللي هو الفلاح مواطنة. بالضبط. انحيازات اجتماعية ظهرت. ذوي الهمم انحيازات اجتماعية ظهرت. فبالتالي هنا أقدر أقول إيه؟ أقدر أقول إنه السياسات التنموية في مصر أو المشروع التنموي لا ينحاز لفئة معينة بقدر ما عشان نبقى دقيقين في التوصيف إنه يتعامل مع حقوق ومطالب واحتياجات وهموم كل الشرائح الاجتماعية. هو لا يريد أن يقدم نموذج تنموي ينحاز لفئة لكن المهمشين اجتماعيا كيف تعامل مع هذه الفئة في أحداث كورونا، كيف تعامل معها في مع موجات التضخم المستورد. فبالتالي نحن هنا لأنه لو وقفنا عند كلمة ينحاز يبدو أنه الآخرين
في انحياز سلبي او، لكن اعتقد انه فلسفه التنميه هنا فكره مشروع حياه كريمه، هو جوهره وفلسفته الاساسيه انه لا مجال لتهميش الريف، انه الريف يجب ان يكون في قلب عمليه التنميه. وطبعا ندر او نعلم تماما كيف انه هذا الريف كان يعني عانى من تهميش كبير لعقود طويله.